يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ على نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الأصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، الأسكندرية 20-12، مطروح 23-12، بورسعيد 21-11، والإسماعيلية 23-12. مع السويس فدرجة الحرارة العظمى 23 درجة، الصغرى 13، العريش 22-12، طابة 24-15، شرم الشيخ 28-14، والغردقة 28-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 14، أسوان 31-14، الوادي الجديد 30-14، شلاتين 27-19، وأخيرا حلايب العظمى 25 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.